عارفة إنه كتير قلة ذوق تقومي عن الطاولة أنا وعم بحكي؟ ليش مش عم بتردي؟ ما بدك تنزلي لمستويي؟ تعرفي شو ليلاس؟ مش الحق عليك، الحق علي أنا يلي ضليت وراه لقناعته إنه يتجوز كرمال يجيب ولد. بتعرفي شو كان يقول لي؟ خلينا لوحدنا مبسوطين وستين عمرن الأولاد. ولك يلا عن الساعة اللي سمع منك هالكلمة، مفكرتيني كتير مبسوطة بهالجازة؟ لك مش بس نازلة على درة، ساكنة عندها بالبيت كمان، ونطالع ونازلة على الشام وبشوفها بالشهر مرة، هيدا ما كان ناقصني يعني. إيه بعد ما صار شي بعدنا فيها. شو قصدي؟ إذا بدك منطلق. منطلق؟ مين نحنا تنطلق؟ عم تحكي باسمه يا حبيبتي؟ حبيبتي نحنا اللي جبناكي كرمال تجيبي ولد، وصار لك سنتين ما شفنا منك شي، حضورك مثل غيابك. ليش أنا عم شوفه؟ شهر من بعد ما تجوزنا نزل عالشام وعلق، من وقتها لهلأ شفته 20 مرة، يعني 20 يوم جازة. لو مش من هيك كنت حبيت من زمان. أنا مثل ليرة الذهب يا حبيبتي، ما ناقصتي شي. حبيبتي ما بقى تشدي على حالك، أحلى ما يطقلك شي عرق. اسمعيني كتير منيح، إذا طولتي على حالي يعني فهمك بكفيه، وهو يسمع مني كل شي، مثل ما بنصيحة مني قبل إنه يتجوزك، بكلمة وحدة مني بطلقك. فشرتي، إذا بده يطلق حدا منا بطلقك إلك. بتحطي شرط؟ خلينا نخلص المشوار وننزل على بيروت، وبعد يومين بتكون ورقة الطلاق عندك. منيح اللي سمع مني وعطاكي قد ما بتستاهلي. عم تعايريني بمهري؟ لأني تجوزت وما بعيني المصاري؟ تحكي بثقة كأنه أنت اللي حطيتي مهرك. حبيبتي أنا اللي سعرتي. ما تقولي حبيبتي. طب مش حبيبتي مدام ليلاس، مهرك أنا اللي حطيته. بتعرفي شو قلت له؟ تقبرني حبيبي عماد، اعتبر حالك إنه عندك براد وانتزع، ما بدك تجيب غيره؟ ما تبعزق كتير. حلفي. إذا مش مصدقتيني اسألي. عم بسألك إلك. سألتيني وجاوبتك. بسيطة، أنا بعرف شغلي معه. بتقولي له إنه ليلاس رجعت على بيروت ورح تطلع من بيت ضرتها اللي متحملتها كرمالك، وما بتشوف صورة وجهها قبل ما تشتري لها بيت تاني، وبتعلي لها المهر. وينو هيدا؟ بدي غراضي، مش نازلة على الشي، وينو؟ ليلاس؟ ليلاس؟ شو بك انهبلتي؟ بمزح معك؟ مش نازلة على الشي، عم تمزحي أو ما عم تمزحي، ما بقى بدي اسكن معك. ليش هيك؟ ولي شو بكي؟ شو جنيتي؟ كل الحكي اللي قلت لك اياه مش مزبوط. مزبوط او مش مزبوط، انا ما بقى بدي اسكن معك، وبتعلي مأخري مقدمه كمان. طيب مثل ما بدك. بدك غراضك؟ بدك تنزلي على بيروت؟ شوفير بيقعد باوضه ورا مع الشوفيريه بيتروقوا، معي رقمه بحكي. ايه بدي غراضي هلا. طيب يا حياتي يا عماد، يا تقبرني اخيرا رح نصير لحالنا. والله لك الزر انا وياك بسوق الصالحيه وبسوق شعلان، وبدي اياك تطلب لي بري اذان من عند ابو شاكر. الو؟ ايه ابو فؤاد؟ ايه عفوا، لو سمحت بتقدر تجيب لنا مفتاح السياره؟ بدنا اغراض مدام ليلاس لانه غيرت رايها وبدها تنزل على بيروت. مش راجع على بيروت. اشري حاشرك. بدكم ما تواخذوني، شكلنا رح نوقف على الكازية من شان نعبي بنزين.